بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المشاهدون الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء جديد من مزاج سوداني. أرحب بضيوفي الأعزاء الدكتور أنس العاقب. مرحبا بك يا دكتور أنس، وأستاذنا زبير سعيد، وأرحب جدا بالأستاذ الموسيقار سعد الدين طيب. وإحنا الليلة مزاجنا السوداني ودانا لحتة تانية، الكمان والبيانو نمط من الأنماط ونوع من أنواع التنفيذ الموسيقي، وشكل مختلف، شكل فيه مساحة، فيها اتساع على مستوى النغم، فيها تفاصيل، فيها نوع من الجمال، فيها كثير من الأشياء المختلفة. والكمان والبيانو بيناتهم يعني علاقة أزلية وقديمة، علاقة تاريخية بتربط هذه الآلة مع البيانو. فالموسيقى السودانية بتحتوي على كثير من الأشياء اللطيفة، احنا عايزين نقيف عليها. فنحن نبتدي بعمل، بعد ذلك نخلي نرجع لدكتور أنس يدينا فزلكة تاريخية عن كمان والبيان والعمل اللي احنا بصدد انه ننفذ، اللي هي جمعة الشوق كوبي للفنان الكبير سرور. وافتكر انها هي احدث تحول كبير يعني في تاريخ الغناء والموسيقى في السودان. طيب نستمع لها برفقة الأستاذ سعد الدين الطيب. سلام، ده نموذج حالم جدا جدا. الموسيقى السودانيه يا دكتور انس، واحده من يعني الحاجات المهمه جدا في الموسيقى السودانيه انها تقبل، انها تتقدم باي شكل من الاشكال. والاغنيه السودانيه تقدمت في انماط مختلفه، تقدمت بالرق، وتقدمت بالفرقه الموسيقيه، وتقدمت على العود، وتقدمت بفرقه موسيقيه كامله، وتقبل ايضا الكمان والبيانو. كلمنا عن الكمان والبيانو في تاريخ الموسيقى في السودان. نحن طبعا بنعرف انه فن الحقيبه مر بمراحل، مرحله التمرد على الطنبره، ومرحله اكتشاف الذات بادوات جديده، بشعر جديد، باسلوب جديد في التلحين، حتى جاءت المرحله الثانيه الانتقال الى القاهره لتسجيل الاسطوانات، وهناك التقاء
بالحضاره الموسيقيه الضاربه في 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 القدم في مصر. يعني في ذلك الزمان يعني في مصر الموسيقى دي راكزه بفرق وبأوبرا وب يعني كل الأنشطة المتحضرة الموجودة في أوروبا كانت موجودة في القاهرة يعني. فعشان كده النقلة كمان جات الثانية أنه شيخنا العميد محمد أحمد سرور غفر الله له لحن لمعة الشوق، وهي طبعا يعني نموذج للقالب الثنائي لمعة الشوق. بعدين الكوبلة الثانية أو المقطع الثاني، لكن كان في عازف إغريقي طلب منه إنه يعني يعمل مقدمة كده للفرشة كده للأداء، ومعه الكمانجا سير عبد الله افتكر. عشان كده أنا قلت العازف بتاع البيانو ده لابد إنه يكون نوته له عشان يعزفها يعني، لا ممكن يسمعها يعني او يكون نوته هو ذاته. فدي واحده من الـ من الـ من الـ من الـ من التجديدات اللي عملتها التحديث اللي عملته الحقيبه، بانه الاغنيه تعزفت بكمانجا ببيانو بكمانجا. الثنائي ده لعب دور مهم جدا جدا لقدام في الحداثه للجيل الثاني، الجيل ناس احمد ومصطفى وحسن عطيه وعثمان حسين. بلقت الكمانجه شكلها اساسي ودخل العود، لكن ملاحظ جدا انه اغنيه الحقيبه لم تبدا بالعود، بدت اما بالريك يعني مصاحب الكورس او بالبيانو. البيانو والكمانجه دي محدوده يعني إلا تكون للسفر يعني إلى القاهرة. فبداية حديثة يعني مؤشر يأكد إن الأغنية ماشية بعدين من فوق. نعم من فوق. بدأت من فوق هاي. ويا أستاذ زبير نشركك معانا برضه يعني، حقيقة المتلقي السوداني ده حيرنا يعني، عنده القدرة. أنا دائما بقول إنه يعني بنلقى دائما قدر ما نحاول إنه نفتكر إنه إحنا الموسيقيين أو الفنانين يعني إنه بيقدر يقدموا أو يرفعوا معانا المجتمع، بنلقى المجتمع بيتقدم علينا خطوات في حتات ثانية. صحيح. يعني المتلقي السوداني بيتقدم على الفن في نوع التلقي بتاعه للأشياء بشكل غريب جدا. قادر يقبل أي نمط بأي شكل من الأشكال بتلفه حول تجربة طالما هي حاجة جيدة يعني. فما واجهتنا مشاكل كثيرة يعني، أنا ومعي أستاذ سعد ده قدمنا تفاصيل كثيرة جدا وحاجات كانت تشاف إنها صعبة يعني. لكن لقينا الناس يتعاملوا معاه. فحكاية ده شنو احنا مع المتلقي السوداني؟ والله المتلقي السوداني ده اول حاجه عنده قدره على المواكبه وعنده قدره غريبه على جدا الغريبه، وبعدين يعني هو ذاته متلهف للجديد. نعم. يعني عنده استعداد فطري كده انه يتقبل الاشياء الجديده، قد يتقبلها في بعض التفاصيل بشيء من الرفض. يعني ما بيرفضها مجملا وما بيقبلها مجملا. لكن عنده مبرراته الموضوعيه في قبوله للفكره الجديده وتحفظاته على ما بقول رفض يعني. No. لكن هو بعد الخلاف الكبير بين بتاع الطنباره، الحاجه اللي حصلت بالمناسبه انقسموا لفريقين، بقى في فريق مع سرور وفي فريق مع كرومه. الفريقين ده الفريق واحد كان هم فريقين بتاع شعراء، شعراء بيكتبوا لكرومه بس وفي شعراء بيكتبوا لسرور بس. فده بيوريك شنو؟ ده بيوريك انه في كان في حاله بتاع التنافس. الحاله بتاع التنافس ده شيء طبيعي جدا تكون في تفاصيل الموسيقى. يعني الفكره دي لما بدت على اساس انه يتعمل الشكل الجديد ده هو شكل من اشكال التنافس من اجل التفوق. كل فريق عايز يتفوق على الاخر، عايز يقدم رؤيه جديده، عايز يقدم فكره جديده. فالشكل ده لقى 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 قبول باعتبار انه، وبرضه بيوريك حاجه مهمه جدا، بيوريك يعني تطلع الفنانين ده رغم محدوديه التعليم وضيق فرصه وكده، يعني التعليم كان قراني بس يعني محدود جدا خلاوي وتفاصيل زي دي، لكن التطلع بيوريك انه تطلع الفنان ورغبته في التجديد والتطور دي مسألة ذاتية أكثر من إنها عندها علاقة بتعليم أكاديمي يعني. يا سلام يا سلام. في الإشارة الثانية اللي هي إذا افترضنا إنه كرومة ده هو شلال الحان. نعم. هو الأصر إنه يغني تبع الشوق. ممنوع الحانه من الحان سرور يعني. دي واحدة ميزة اللي تميزت بها هذه الأغنية اللي هي عجبت كرومة خالص. ف يعني كرومة أداها دفعة كمان
اللي قدام يعني. هو ده زاد وورينا انه اغنيه الحقيبه دي رغم ان تناولناها احنا في واحده من حلقات، لكن خلونا لنا نتعامل في الجزئيه الاولى دي بشكل مختلف. انه اغنيه الحقيبه قامت كبيره، اتولدت يعني واسعه. خلينا نمشي للاستاذ سعد، قول لي ونقدم النموذج. يا استاذ سعد، باعتبارك يعني بيانويستي معروف يعني، الله يخليك. هو طبعا من اصعب الاشياء شغل الدويتو كده. استاذ انا بعرف الكلام ده. نعم. لانه داير مواصفات في العازف تكون متوفره كثيره جدا، ان شاء الله تكون متوفر جزء منها عندنا نحن. مشكله في الحياه دي يا سعد. يلا يلا دار معالجه. المشكله وين؟ زي ما قال الاخ زبير انه المعالجه دي قد يرفض المستمع وقد تكون غريبه عليه يعني. يعني انت حتضطر تخط مركبات، ما حتتعامل مع الهارموني في اغنيه الحقيبه، حتعمل لها معالجه. نعم. فهل المثل دي حتكون مقبوله؟ طيب انت بتعمل لها معالجه ليه؟ عشان انت تنجح الشكل بين الالتين الدويتو دي يعني. الليله نحن عندنا اشكال كثيره جدا، وانت عارف براك يعني، في دويتو وفي تريو في رباعي كوارتيت. يعني نحن ليه ما دام اصلا بدينا نتكلم عن الموسيقى البحته ويتكلم عن الحداثه، ليه ما نستحدث اشكال كمان جديده؟ وبعدين هذه الاشكال ممكن تبرز صوت المغني مرات اكثر من الاوركسترا. بالضبط كده. يعني مرات السينجر لما يكون هو صوته متمكن ممكن مع البيانو والكمان يكون افضل حال بيكون مع الاوركسترا. اكيد. فهي بس شويه داره جكه يعني. لا لا حقيقه والله. مثلا داره اجتهاد شويه يعني. عندنا يعني كل اللي بنعمل فيه دارس احنا عباره عن يعني ما زي ارتجال، يعني ارتجال اكثر من هو من شغل منظم، برغم انه التنظيم بيجي احيانا براوي يعني. نعم. وان شاء الله انتم موعودين بتجربه لطيفه جدا. ومنبيانا واستاذ سعد الدين الطيب، وسجلنا كميه من الاعمال السودانيه العظيمه ان شاء الله حتشوفوها عبر قناه الشروق. سجلنا كميه من الاعمال يعني مختلفه في حقب مختلفه. خلونا ناخذ نموذج ثاني للحقيبه يا استاذ سعد. نعم. جمال وشياكه يعني. نعم. تحس منه زاد الموسيقى تفاصيلها بقت اوضح. نعم. واجمل يعني. نعم. وده ما بينفي طبعا جماله في الانماط الاخرى، ولكن افتكر في خصوصيه تامه ما بين الكمان والبيانو في تفاصيل اللحنيه. في طعم بيختلف بشكل مختلف. نعم. زي ما قال سعد الدين الطيب قبل شويه، في امكانيات الفنان بتظهر تفاصيل كل ما كان الفنان صوته متمكن وفوق المد الصوتي بتشبهه كمان البيانو بيشبه الاصوات زي دي يعني اكثر يعني. طيب يا دكتور انس، حصل كثير جدا من المؤلفات تم تناولها وتم تحويلها للكمان والبيانو. وانا افتكر انه معظم الموازين او الاغنيات اللي بتتعمل في اشكال مختلفه قابله لانها ممكن نشتغل على الكمان والبيانو، يعني ما في شكل محدد ثابت. لكن هل هنالك مطلوبات محدده للاغنيات دي تتحول الى الكمان والبيانو؟ نعم نعم. انا زمان لما كنت طالب سنه 70 كده، ويا دوب انا يعني وقفت على شاطئ الحقيبه يعني، لان كنا زمان في زماننا ملهوفين كده بالغناء بالاوركسترا
واحمد المصطفى وحسن عطيه وبتاع، ده كان المبهر، ده كان الفن المبهر حقيقه. كانت في فتره من فترات الخمسينات كانت اخذت جانب كده يعني، لكن بمرور الايام راح اكتشف انه مع التلفزيون وكده الحقيبه دي عندها شكل. فانا قلت لك بعد انه هذه اللحن بتاع الحقيبه يحمل في داخله كل الامكانيات التي تجعل منه يغنى جماعي، يغنى كورال، يغنى بالالات الموسيقيه ساكت، يعني فيها اللحن فيه الخصائص والمميزات والبنائيه فيه تجعل من السهولة جدا انه الاغنيه تتقدم بشكل مختلف زي ما عملوا ناس كثيرين يعني، قبال محمد وردي، قبال محمد الامير، ناس في الشرطه وفي الجيش تعاملوا مع اغنيه الحقيبه بشكل مختلف يعني. حتى انا تساءلت قلت ماذا لو انك روما كان بيعزف عود؟ كان الموسيقى دي تغيرت كلها يعني، شكل الموسيقى تغير كله لو لانه لأنه, لانه يعني قد يقدم الحان وبالمناسبه يعني اليوم لازم نعمل مقارنه بين 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 اسلوب سرور واسلوب كرومه، اسلوب كرومه واسلوب عمر البنا، يعني دي مساله غايه من الجمال في انه كيف واحد فيهم بيكون جمله غنائيه ويقدمها للناس. يا سلام. عشان كده الاغنيه الحقيبه هي متميزه وستظل متميزه. طيب يا استاذ زبير، يعني الكمان والبيانو واحده من التفاصيل بتاعت المجتمعات الارستقراطيه زمان. وانا بفتكر انه يعني زي ما حصل زمان يعني في العصور القديمه، يعني انه كان في الطبقات، عصور الباروك كان في الطبقات، يعني النظام الطبقي في التعامل مع الفنون وكذا. يعني نخلي احنا هنا رغم احساسنا بكثير من الفنون باعتبارها واحده من يعني من الحاجات الارستقراطيه، زي مثلا الرسم، زي الموسيقى متمثله في البيانو والكمان، حاجات زي دي، اللي احنا مجتمعنا السوداني قادر يتجاوز هذه الخطوط على اختلاف طبقاته بيتعامل معها كلها بحزمه واحده. نحن طبعا كناس شفاهيين في ثقافتنا، في تداولنا للاشياء يعني، فاتنا زمن التدوين، فبدأنا نتوارث المسألة شفاهة، نقول شفاهة وكذا. عشان كده يعني أنا أذكر لازم ندي الدولة حقه، يعني بروفيسور الفاتح الطاهر هو الوحيد اللي انتبه لهذه المسألة وحول كثير جدا جدا من الأعمال الحقيبة وغير الحقيبة بالكمانجا وبيانو، يعني من بدري يعني. صحيح الناس ما انتبهوا لها لكن موجودة، موجودة يعني، كونها تدون اللي ذكرت قلت الباروك وما الباروك وكذا، ذاك مدون يعني يحيوها ثاني، حتى ما قدر يعزفوها ثاني يعني. صح. حتى الحمد لله التدوين دخل والتسجيل دخل، فبقت المساله كل ما يوم نحن نفتكر انه هذا الغناء بتاع الحقيبه هو خزنه لم تكتشف بعد، يعني خزينه مليانه كده بالكنوز والبتاع، عايزه كل يوم اكتشاف جديد. وفي الحان بالمناسبه الى الان ما ظهرت، يعني ما ظهرت على للوجود يعني، او يعني قل تناوله يعني. فالكمان والبيانو، البيانو لانه هو اوركسترا كامله، ممكن العازف يعمل الحاجات الدائره، الكمانجا هي عروس الاوركسترا، دائما هي بالمكانيات اللي فيها كانت في التعبير. نعم ايوه، تعبير وكذا، ممكن تضيف للجماليات كثيره يعني. نعم، فده سبب في انه يعني نحن ممكن نحول كثير من اعمال الغنائيه نعم الى اعمال موسيقيه زي ما عملوا الخواجات يعني، وعملوا ناس في الهند وفي الصين وفي بعض الاغاني اتعملت يعني، بقت عندها طابع الي وتراث الي موجود في العالم يعني. ده كلام جميل، وارجع لك برضه يا استاذ زبير. نعم، لنفس المحور اللي كنت بتكلم فيه، اللي هو انه يعني وجداننا السوداني بيتجاوز حكايه الطبقات ويتعامل مع الفنون بنوع من الوعي ونوع من الجمال يعني. شوف، اصل الفنون دي ما دي منتج انساني. نعم. ما 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 بيجوز، ممكن تنتج في ممكن المنتج للفنون ممكن يكون بالمناسبه من الطبقات الارستقراطيه حتى على مستوى العالم، لكن التعاطي
لهذه الفنون والتعامل معها وإنها تأخذ حيزة ومساحتها ما بيكتمل جماله إلا إذا كانت مشاعة ومتاحة للعامة يعني. فالمسألة مسألة بتاعت يعني أصلاً ما في فنان بينتج أو مبدع بينتج عمل إبداعي عشان يسجنه في طبقة معينة أو فئة معينة، فهو ينتج للجماهير ينتج للعامة. أي ممكن شكل الإنتاج يختلف، ممكن شكل الإنتاج يختلف، لكن هو الإنتاج في عمومه، الإنتاج الإبداعي عمومه هو بيكون للعامة، أصلاً بيكون للعامة يتزوغوا. أي في صفوية في بعض حتى في الغناء السوداني، إذا كان حتى في الغناء الحقيبة بالمناسبة في بعض الغناء أخذ طابع الصفوية، كان بيغنى في صوالين للكبار الشخصيات لكبار رجال المجتمع وكده، لكن مع ذلك هذا الشكل من الغناء تسرب إلى المجتمعات، تسرب إلى المجتمعات وأخذ مساحته وأخذ حيزه وكل الناس أخذت حقها من الاستماع له. أنا بزار أقول إنه الثنائية ما بين البيانو والكمان أسهمت بالمناسبة بشكل كبير جدا في تطوير مستوى الأداء عند الفنانين في الحقيبة، لأنه خلقت شكل من شكل الانضباط الأدائي، يعني الأداء بشكل الكورس المعرف الحاجات الشعبية دي آي فيها شكل منظم إلى حد ما، لكن ما شكل النموذج المثالي اللي بيساعد الفنان في أنه يبرز قدراته كلها ويبرز إمكانياته ويعرف إمكانيات التطور في أداء. وأنا فكر أنه لو الناس قاسوا المسألة يشافوها أداء الفنانين ما قبل الإدخال بتاع الآلتين دي دوزنت الأصوات ودوزنت الأصوات وساهمت في تطويرها وساهمت في اكتشاف قدراته ذاته بشكل تطريبي أكبر يعني. بعدين ده شغل ذاته، الشغل بتاع الدويتوهات ده فيه مسؤولية كبيرة جدا على الموسيقيين، دي مشكلة كبيرة جدا، دي الحياة المخيفة بالمناسبة يعني شغل الثنائيات أو التيريو أو التولان داير يكون لديك مهارة وتكون أنت عازف وتمكن على الأقل يعني صحيح. يعني احنا كمان يا جماعه ما في 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 غير البيانو كمان في اشكال ظهرت في السودان يعني انا قبل كده شفت بابو عماد، بابو شغال مع غاندي فلوت في المركز الفرنسي، كانت حاجه تجربه جميله جدا، كانت الميلوديه شكلها جميل وراغي كويس، في في دويتو في في تيريو، حسام عبد السلام قاعد يقدم شغل، اشكال كثيره موجوده. فنحن عايزين نشجع هذه الاشكال ونشجع الناس اللي بيشتغلوا عليها لا ونشجع المستمع انه يسمع، لانه فيها شيء بيختلف، فيها طعم بيختلف، فيها تون بيختلف، فيها شيء من الدهشه اذا المستمع ركز كويس يعني. بترفع مستوى الاستماع مؤكد. نعم مؤكد لان مش باكل حته ثانيه، نخش في المدرسه بعد المدرسه فيها التاليف الموسيقي عثمان حسين رحمه الله ومحراب النيل. عشان نوري إمكانية البيانو وكمان في إنه مهما كان المؤلف بالغ التعقيد بتقدر تتعامل معه كمان البيانو كدويتو، بيقدروا يفككوا الشفرة الرئيسية بتاعت العمل ده. ماذا تقول في الكلام ده يا دكتور أنس؟ طبعا ده محراب النيل تجاري شوف بشير وعثمان حسين نعم رحمه وعمل الله. ضخم شديد جدا يعني، عملنا له دراسة قبل كده وكان هو حاضر عثمان حسين ذاته، حدثنا عن المسألة دي يعني أحداث اللوبي في محمد الموسيقى أتذكر.
الثنائيه الموجوده دائما بين الكمان والبيانو زي ما قلنا قبل كده هي اقرب من اقرب اقرب القاف اللي ممكن تقدم لك العمل العمل الموسيقي او الغنائي زي ما هو مع شويه زي ما شويه خصائص بتاعت الكمانجا وخلاص خصائص بتاعت امكانيه البيانو يعني. نعم. وده الزركشه دي هي اللي بتخلي تخليك تعرف الـ 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 الجمال الجماليات نعم. الموجوده في اللحن يعني. صحيح. وهذا هذه الثنائيه يعني هي مطلوبه بالمناسبه. مطلوبه مرات حتى في الاغنيه يعني قبل ما الفنان يغني ممكن يعمل له 10 موازير 20 مازوره كده حوار بين الفيولين والبيانو والفيولين والاكورديون الفيولين والايقاع وهكذا يعني المسألة الثنائيه دي مهمه لانها بتخليك متابع الايقاع بتاع المتابعه بيكون مستمر ما بيكون خاصه في يعني انت حاسه بالكمانجه دي عملت الشغل بتاع 20 كمان كانوا شغالين صحيح جد يعني صحيح وقدرت تعبر بها يعني فأنا أفتكر في التاليف الموسيقي علاقه الثنائيات وليس بالضروره يعني بس تكون كمانجه ممكن تكون فلوت وبيانو فلوت واوركورديون ايوه صح ساكسفون وبيانو يعني لانه الثنائيه دي زي ما قلت لك هي جذابه جذابه وبتدي العازف السولو بتاع الكمانجه وبتاع الساكسفون بتاع الفلوت بتاع التشيلو تدي فرصه يقدم نفسه وفي النهايه الفايولين اهم ايوه الفايولين انا غايته بفضل انه الفايولين يكون دائما مع البيانو ما عارف ليه بنحاذ المثال لانه انا خليل الفيولين اكثر تعبيرا نعم واقدر نعم. افصاحا عن الالات الثانيه ما انا لا انا لا اقلل من قدر الالات الثانيه طبعا يا استاذ لكن لانه الالات الكمان بالذات يعني لا كمان طبعا قلت لك هي اميره الاله لكن دلوقتي دخل الجيتار الكلاسيك ودخل الجيتار الليل ودخل يعني ساكسفون ومستوى ساكسفون ايوه المستوى ذاته التكنيك تغير طبعا تكفي في الناس يعني حتى ممكن تكون الكورة تخش الكورة الآلة بتاعت ممكن تخش يعني المهمة الثنائية دي أنا شفتها طبعا وبالمناسبة الثنائية دي عند الأفارقة كثيرة جدا صحيح يعني كثيرة جدا أن تكون في آلتين شغالات يعني بالينبو وما أعرف حاجة وكده بتاع فده كله يؤكد أنه التأليف الثنائي أو الدويتو ده يشتغل شغل انطرح قبل كده كاغنيه والله كلام بيتعامل بشكل جميل ده كلام سليم نعم. وده نمشي لك يا استاذ زبير في 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 حته ثانيه نعم نحن في حاجه سهرت علينا التعامل مع الموسيقى يعني انه مدرستنا غنائيه واشرنا الكلام ده اشاره قبل كده في واحده من حلقاتنا تعتمد على النصوص الشعريه في الصور بتاعت الجماليه عشان كده نحن قادرين نتعامل مع الاغنيه السودانيه بالتفاصيل الجميله الموجوده جوا الكلمه. صحيح. نقدر نستخدمها، يعني مثلا مرات انا بحس بجمله معينه بتتقال بحسها في الكمان بقدر اقولها بشكل معين. سعد الدين الطيب ممكن برضه يستشعر جمله معينه في حته معينه تعمل له انفعال يعني. فاحنا بنتعامل مع العاطفه حتى في الاداء واحنا بنعزف مع الناعر على الكلمه. فرايك شنو في الكلام؟ ده كلام علمي سليم استاذ دوي. بعدين هو الرسم البياني لحركه تطور حياه المجتمع. عنده علاقة وثيقة جدا بحركة تطور فنونه عشان كده نحن قبل لما وقفنا في دمعة الشوق على جمالها ولطفها وحنيتها وفيها دفق عاطفي عالي جدا وفيها شجن وكل حاجة لكن هو نص بسيط بسيط شعرا بسيط والفكرة الموسيقية برضها بسيطة يعني لحن أقرب للكلام كده أو كلامي بسيط جدا لكن لما نجي في محراب النيل بنلقى إنه النص عميق ونص كبير وفيه فلسفة لأنه تجاني يوسف بشير فيلسوف مو مجرد شاعر فالفلسفة الموجودة في النص بالضرورة رفعت من مسؤولية الملحن وبالتالي رفعت من مسؤولية المنفذين لهذا العمل وبهذه الثنائية أنا أفكر أنه الأخطر من كده مش عبقرية عثمان حسين كملحن بس بالمناسبة اللحن ده برضو بيوريك إلى أي مدى
عثمان حسين هو مستودع لاستماع، يعني ده زول عنده قدرة على الاستماع، عنده مخزون سمعي غير عادي غير عادي. ما انت مهما كان قدراتك في التلحين لابد يكون عندك مخزون سمعي تستدعيه، تستدعيه باعتبار انه يدعم فكرة اللحن عشان يتميز اكثر. فانا افتكر انه تجسدت في هذا العمل، اللي افتكر انه اختياره كان موفق جدا، هي عمل لنا نقلة كبيرة في فكرة الحلقة نفسها من دمعة الشوق لحراب النيل، النقلة كبيرة نفسية ووجدانية وكل حاجة، لكن هو ده التطور في حركة الحياة بتاعت المجتمع. لكن المهم من ده كله انه المجتمعات نفسها ما مشت سهلة، الحياة كانت بسيطة وكانت سهلة. لما الحياة كانت بسيطة والتفاصيل بسيطة شكل الغنى كان سهل وبسيط، لكن الحياة نفسها تعقدت مع تعقيد الحياة، تعقدت شكل الفنون وشكل التعبير نعم. عن هذه الحياة يعني. صحيح، ده كلام سليم، ده كلام سليم جدا جدا. طيب احنا نمشي نسمع واحدة من الأعمال يا أستاذ سعد، نمشي على الأستاذ محمد. عندي تعقيب صغير قول يعني يعني من كلام الأخ الزبير، هو بيتكلم عن إنه أنت حسب ما عقبته أنت، إنه دائما في احنا بنشتغل موسيقى بحتة، سواء كان كل الأشكال تريو أو كوارتيت أو غيره، في النهاية تندرج في تحت طائرة الموسيقى البحتة. والموسيقى البحتة نحن قبل كده قلنا لأنه محذوف منها النص، وبالتالي لازم تكون أكثر تعبيرا. يعني زول الصوليسي ده لازم يكون في مكان النص، وبالتالي في مكان المغني، وبالتالي الغنى بالآلة صعب جدا أن تعبر عنه. فهو لازم تكون عندك إدراك بأنك أنت بتعمل في شنو، والخلفية بتاعتك الهارمونية شنو. بالمناسبة من أصعب أنواع الأشياء الدويتو أو الكوارتيت أو الثلاثي أو الموسيقى البحتة تحديدا، لأنه طالب فيه أنت تعود النص عن النص، وبالتالي تكون أكثر غربا منه. ده كلام سليم. المستمع بالمناسبة بقى يعني مخيف يعني ما دي زمان. صحيح. صحيح. والتفاصيل اللي قالها أستاذ سعد دي مهمة جدا طبعا. طيب يا أستاذ سعد نمشي على الأستاذ محمد وردي والريد والهوا، كيف بين الريد والهوا؟ طيب دي كانت
بين الراديو والهواء للموسيقار الكبير الراحل الأستاذ محمد وردي. واحدة من الأعمال برضو يعني فيها تفاصيل مهمة جدا، وتخلي يعني فيها جمال لما تتعامل مع البيانو كمان. فتعليقاتكم. الدويتو دائما في 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 الكمانجة أساسية، هي شغال الميلودي، لكن البيانو عنده مهمة أكبر من كده، بأنه أول شيء يملى الفراغات بتاعت النوتات الطويلة السستين، ويفكر في أنه يعمل شنو بالإمكانيات الموجودة في البيانو. هل يعمل فيها بشكل بروكن كوردز، هل يعمل بشكل مركبات، هل يعمل بشكل لحن كاونتر بوينت. وذلك دائما المرتاح هو العازف الأساسي في الكمانجة، الما مرتاح والمنتبه دائما هو عازف البيانو. صحيح، لأنه ده ممكن بس عشان نوضح للمشاهدين عشان نوضح للمشاهدين المصطلحات دي. هو يعني الجمل دي كلها اللي قال دكتور أنس نتكلم ببناء الجملة اللحنية نفسها، يعني الجملة اللحنية بتكون مبنية بتفاصيل كثيرة. نعم، الاصطلاحات اللي قال لكم دكتور أنس. نعم. يعني اللحن بحسبها، يعني بيسموها المركبات، يعني المركبات. نعم. إما تكون معزوفة مع بعض بيبقى كورد مركب، أو يكون مكسر مفكفك بيسموه أربيج أو نعم. أو يكون هو بيعمل حاجة تانية مختلفة، يعني بيعمل لحن مضاد كاونتر بوينت، يعمل مصاحبة في 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 منطقة تانية، إذا كان هو في الغليظ هو يعمل في الحاد، إذا كان في الحاد هو يعمل في الغليظ. نعم. ويعمل ترعيش ويعمل كثير من الحاجات اللي بيعملها عازف البيان، إذا كان هو مجيد كده زي الأستاذ سعد. نعم. كيف؟ فمرات بفكر في اللحظة، يعني مرات بعمل فاريشن أو استاذ عارف كثير جدا. نعم. يعني بكثر في اللحظة ذاتها من كثرة التجربة بفكر. أيوة. في اللحظة هنا عمل كده. أيوة. يعني شوف كيف، وهنا كده يرتجل الأشياء يعني. صحيح. نعم. فده واحدة من الأسئلة. اللون بتاعت محمد وردي بين الريد والهوى واحدة من أجمال أغانيه، جميلة جدا جدا، لكن ما قاعد يغنيها كثير، لكن السراء اللحن فيها يعني، عشان كده عرض الكمانجة فرصة تشتغل اللحن ده، لأنه اللحن فيه إمكانية بتاعت عزف. صحيح. في مناطق كثيرة جدا، سريعة وبطيئة، فوق تحت. ف وبرجع البيانو شغال، يعني أنت لما أنت بتعزف والبيانو وقف المسألة بتبقى شكلها مختلف. نعم. إذا البيانو استمر والكمانجة ما في بيستمر. صحيح. لانه بطبيعه شغله ممكن يملي لك الفراغ، ولذلك الاثنين الدويتو والاثنين مع بعضه بيكملوا بعض. صحيح. فدي القصه، يعني في انه نحن دايرين اساليب زي دي تنتشر وسط الناس، يعني ناس يحبوا الموسيقى البحته، الثنائي الثلاثي الرباعي كده، يعني الاوركسترا الصغيره الاوركسترا الكبيره، دايرين ثقافه زي دي. يعني دايرين نشتغل على الانماط المختلفه دي عشان نقدم اشكال مختلفه من اشكال الطرح الموسيقي. استاذ زبير، والله انا دار اقول انه في حاجه غريبه في النص ده، لانه النص ده اذا انت شفته كشعر هو نص فرايحي، يعني ما حققنا احلامنا وكل عاشق عقبال، في انتصار عاطفي كبير جدا، لكن بالمقابل اللحن شجين. صحيح. لحن حزين جدا، مع ذلك الناس قبلوا هذا العمل واحتفوا به جدا، لدرجه انه هسه العرسان بيقوموا بيعملون زفه به كثير جدا، مناسبات بيعملون الزفه بالفكره دي. يعني أنا دار أقول إنه في حاجة من الحاجات اللي قاعد يعملها وردي في معظم ألحانه وما قاعد يصرح فيها، لأنه بيفتكر إنه هو ما 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 يعني ما في محل بتاع مزايدة بموقف سياسي أو اجتماعي محدد، اللي هي المسألة بتاعت الأثر بتاع إغراء خلفه على وردي. بالمناسبة كل الشجن اللي حصل بعد غرق خلفه يعني ظل حاضر جدا في وجدان وردي، وظل بالمناسبة في ألحانه يعني بدون ما هو يسيطر على المسألة بيقوم بصر حتى في الأعمال الفرايحية في شجن مسيطر على وجدان وردي اللحني بيظهر في معظم أعماله. يا سلام. إحنا بترحم عليه وعلى كل الناس اللي يعني الفنانين العظماء الرحلوا والموجودين، إن شاء الله ربنا يديهم الصحة والعافية، فهم شكلوا وجدان هذا الشعب السوداني بأعمالهم الجميلة. ونحن اليوم بالبيانو كمان قدمنا نماذج راقية جدا جدا، وإحنا في مشارف أو في ختام يعني هذه الحلقة، ونختم يعني بتحية
روح الفنان الكبير أستاذ أحمد المصطفى. ونختم في حضرة الوطن، نقول للمشاهدين شكرا جزيلا على المتابعة، وإن شاء الله بكرة لقاء جديد من مزاج سوداني.